ان احنا هيبقى عندنا بعد كده مجموعة بروتوكولات اخرى في النتورك. زي مين؟ هقول لك زي بروتوكول الاي بي، ده اللي بيحط الاي بيهات في الباكت. زي بروتوكول الارب اللي بيعمل لي بامنج مابنج للاي بي هات مع مع الماك ادرس اللي بيقابلها. يعني كل جهاز له اي بي، له ماك ادرس، هحطهم لك عندي. طبعا في كمان الاي سي ام بي اللي بيستخدم في نقل البيانات المعلومات او الانفورميشن والايرور انفورميشن ما بين الاجهزه، واللي بيتضمن منها كذلك في الاي سي ام بي بتتضمن مثلا استخدام الامر بينج. الامر بينج بيستخدم البروتوكول الاي سي ام بي في ان هو يشتغل. الاي جي ام بي طبعا مش هنتكلم عليه، ولكن هو بيستخدم في بروتوكول، بيستخدم في حاجه بنسميها المالتي كاستنج، واعتقد انتوا عارفين خلاص يعني ايه مالتي كاستنج، لكن هاو تو بقى مش بتاعتنا دلوقتي. الاي بي طبعا بالاثنين فيرجن بتاعته، فيرجن 4 او فيرجن 6، هو موجود في الانترنت لاير او في النتورك لاير. معانا الاي سي ام بي، اي سي ام بي فيرجن 6 اللي هو بيشتغل للاي بي فيرجن 6. طبعا هو كل بروتوكول هتلاقي له الاديشن بتاعته اللي بتشتغل مع فيرجن، مع اي بي فيرجن 6. يعني حتى هنلاقي مثلا حتى في النتورك بروتوكول زي الريب، ريب ان جي، او اس بي اف، او اس بي فيرجن 3 وهكذا. بالنسبه للارب، الريفرس ارب هو العكس، اروح ابقى عارف انا الماك واروح اجيب الاي بي. طيب لو انا مثلا كنت برسل حاجه بالاتش تي تي بي، يبقى انا هستخدم على الاقل ثلاثه بروتوكول: الاتش تي تي بي، ثم في الترانسبورت التي سي بي، ثم في الانترنت لاير مثلا الاي بي، عشان هو ده اللي هيحط الاي بي هات في الهيدر بتاعه. طبعا بالنسبه ليه نرجع للموضوع اللي كنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت في الاس اي لاير، ما ننساش بقى خلاص من هنا جت فكره ان انا مسمي التي سي بي واليو دي بي هيدر سيجمنت، في السيجمنت مسمي التي سي بي او اليو دي بي هيدر، تمام؟ لان هو ممكن يبقى شغال بالتي سي بي، ممكن يبقى شغال باليو دي بي الهيدر دوت، والهيدر دوت بيبقى فيه البورت نمبر والبورت والديستنيشن بورت نمبر. ثم عندي الباكت بيبقى فيها الاي بي هيدر، ثم الفريم ايثرنت هيدر، وهكذا. الحديث ما انتهاش الحقيقه، هنكمل مع بعض في الفيديو اللي جاي. هنكمل مع بعض بنظره اقوى واعمق للكلام اللي قلناه النهارده، وخصوصا بالنسبه لتشريحنا للهيدرز ديت. انا عايز اخش جوه الهيدرز دي واشوف هي مكونه من ايه. هي مش اكيد مش مكونه من سورس اي بي وديستنيشن اي بي بس، لا ده في حاجات تانية. اكيد مش مكونه من بورت نمبر وديستنيشن بورت نمبر، او سورس ماك وديستنيشن ماك ادرس، لا ده اكيد في حاجات تانية انا عايز اتفرج عليها، عايز احللها واعرفها كويس وافهمها كويس. هو ده الجزئيه اللي هنتكلم فيها في الفيديو اللي جاي، وهي جزئيه مهمه جدا لاي شخص عايز يتوسع فيما بعد في عالم الشبكات. كذلك انا احب برضو ان انا انبه على نقطه نختم بيها الحلقه بتاعتنا. احنا كده خلاص عرفنا الحلقه اللي جايه بتاعتنا هتبقى ايه، ولكن انا احب هنا ان انا اختم الحلقه بتاعتنا بنظره سريعه ليه اللي بيقدر يعمله الارب. الارب بيعمل لي حاجه اسمها ارب كاش. اوكي، الارب كاش انا ممكن اتفرج عليه، لو قلت له ارب ماينس اي على الجهاز بتاعي، هلاقي مثلا ان انا عندي الانترنت ادرس بتاعتي 192.168.0.1، ده زي الديفولت جيت واي بتاعتي. الحقيقه هو اللابتوب ده متصل ببي سي اخر مشير على عليه يو اس بي دي اس ال مودم، ودي اس ال مودم متشير، قصه كده. عشان كده هتلاقوا الاي بي ده، يمكن انتم متعودين على ايبات اخرى. هنلاحظ هنا الانترفيس بتاعتي 192.168.0.172، و الجيت واي بتاعتي كذا، والفيزيكال ادرس اهي. التايب دايناميك، لان انت ممكن تحط ستاتيك، يعني ممكن تربط اي بي مع ماك ادرس هم ما يتغيروش، بس طبعا ده ما بيحصلش، يعني بعد دقيقتين هيتغيروا، لان يعني في حاجه اسمها ريفريشمنت بتحصل كده. يمكن هي دي مشكلتنا مع النت كات، النت كات بيلعب في الماك ادرس هنا،
يعني النت كات بيروح جاي مغير الماك ادرس ده هنا، فتقوم انت وانت داخل دلوقتي على على النت بتروح تكول الاي بي دوت الجيت واي بتاعتك اللي هو بيدخل بيطلعك بره بره الشبكه، ويروح يجيب لك حاجات من بره الشبكه، ممكن تكون بره الشبكه دي شبكه اخرى او الانترنت نفسه. هو ده المقصود بكلمه جيت واي على فكره. فتيجي تبص تلاقي الطلب بتاعك ما بيشتغلش. ليه؟ لان هو الفيزيكال ادرس او الباك ادرس بتغير، فهو بيروح يطلب من ماك ادرس ملوش وجود، فبالتالي الباكت ما بتروحش المكان الصح بتاعها. طبعا ده كان الارب والارب كاش. من ضمن الاوامر برضو اللي هي احب اقولها لكم، في امر جميل قوي اسمه روت برنت. ده بيوري لك النتوركس اللي انت البي سي بتاعك بيتعامل معاها وقادر ان هو يتعامل معاها. نقدر نقول ان هو حاجة اشبه بالناس اللي هم الناس اللي شغالين في سيسكو. نقدر نقول ان هم ده شغل او ده اللي ظهر قدامي ده هو كأنه الراوتينج تيبل بتاع البي سي. تمام، فكرة حلوة، انا مش حاططها عشان اشرحها دلوقتي، انما دي تمهيد للفيديو الثالث. يعني الفيديو اللي جاي خلاص فهمنا هناخد تشريح الاي بي هيدر والتي سي بي هيدر واليو دي بي هيدر، ونتفرج عليهم كمان في الواير شارك، يعني هتبقى دي المهمه بتاعتنا. والفيديو اللي بعدي هيبقى خاص بالديول 4 واللي هو بيتكلم عن اليوتيليتي والتي سي بي يوتيليتي، فهنعيش بقى مع الاوامر اللي انا يمكن حاولت اوريكم جزء منها من شويه دي دلوقتي. يعني دي هتبقى في مديول 4 في الفيديو بتاعها. لما الفيديو اللي جاي اللي انا عايز اقفل بيه معاكم التي سي بي اي بي هيبقى نظره اعمق على المكونات الخاصه بالهيدرز وازاي نتفرج عليها من خلال برنامج زي الواير شارك. وبكده نبقى احنا يعني ايه ان شاء الله هنخلص المديول الثالث بالفيديو اللي جاي، وأشوفكم على خير بإذن الله تعالى.